يا رجاله ويا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه نهايه موسم الصيف في اجمل مكان على البحر المتوسط، الساحل الشمالي، في بلدنا ام الدنيا مصر. جايبين لكم بقى شويه عربيات حلوه نفرجكم عليها، وفي الاخر معانا مفاجاه ليكم. هنبتدي بالهامر الاي في، بعد كده هنخش على اللوتس الترا ار، بعد كده عندك الدي بي اكس 707، بعد كده عندك من بي ام دبليو 740، عندك من لامبورجيني الافنتادور رودستر اس، من مرسيدس بنز عندك اس ال اس، من بورشا عندك جي تي 2 ار اس، من فراري واحده من 20 في العالم اف 8 كيفاني، وال 812 جي تي اس. المفاجاه بقى اللي احنا عاملينها لكم النهارده هي من شركه فراري، اول عربيه 6500 سي سي في 12 412 حصان، اول عربيه 4 باب من فراري. العربيه ايه؟ الفراري بورو سانجوي. تعالوا بقى ايه افرجكم على الموضوع ده عشان اول مره يحصل في فراري. بص، عربيه 4 باب باربع كراسي لاربع افراد يركبوا فيهم الثلاثه.